السلام عليكم من جديد، جيتكم اليوم أبغى أعمل معاكم السلطة تبع الكباب اللي أمس عملناها سوا. حسب ما وعدتكم اليوم حبيت أعملها معاكم. يلا نبدأ مع بعض. حطينا كزبرة قطعناها ناعم، فرمناها ناعم، وبقدونس برضو فرمناه ناعم. بعد كده حطينا سماق، وحطينا ملح وفلفل أسود، وحطينا شرايح من البصل مقطعة رفيع رفيع يعني مرة نحيفة، وقلبناهم مع بعض. وبكده صارت السلطة جاهزة، وهي اللي السلطة هذه هي سر الكباب، سندوتشات الكباب التركية. إذا كانت هذه السلطة ما هي موجودة فمعناته ما عملت الكباب.